جمهور سواء شعب مصر كله مع فلسطين. انا بسالكم علشان موضوع المهرجانات والناس اللي بتقول ان الفنانين ممكن يقللوا من عملهم المشاركه في المهرجانات. لا بص لكن... اقول لك على حاجه، هو فكره ان انت تبقى بس على قد الحدث. يعني انا ما ينفعش النهارده ضرب وبتاع وانا طالع اعمل اغنيه، طالع مش اغنيه بمعنى يعني طالع ان انا بوري للناس ان انا مش حاسس بالناس، فاهم قصدي؟ محدش قال لك امنع شغل، محدش قال لك ما تشتغلش، بس نبقى بس نحترم مشاعر الاخرين يعني، فاهم يعني؟ ممكن حاجات انا متعود اعملها يوميا مثلا مع الناس النهارده هقللها، كنت بعملها عشان بس احترم اخواتي. فيديو العربيه كان حلو جدا، تمام؟ لو انتوا الزحمه الكبيره اللي حصلت على العربيه وانت اللي وثقتي اللحظه بايدك، انت شفتي الزحمه دي ازاي؟ خصوصا ان انت يعني الله اكبر رصدتي لحظه بالعربيه. لا هو المشكله كلها ان انا كنت انا واحمد رايحين عادي يعني مطعم ناكل فيه، وبعدين فجاه في حد شافنا بس هنا الدنيا ايه ده ورا شويه وانا عندي فوبيا. انت قدام الكاميرا هو اللي اتعامل. هو سبت وقت عمل كنت بضحك بالذات ان هما كانوا فوق العربيه، يعني في بقى حاجات انا بعد كده فوق العربيه بس هي ما نزلتش الحاجات دي، بس احنا كنا مبسوطين يعني برضه انت برضه يعني حب الناس وان الناس بتلتف حواليك والحاجات دي، الحاجات دي بتبقى بتعمل بتحسسك ان انت بتعمل حاجه الناس بتحبك عليها. بس يعني حق اعرف في رمضان ان شاء الله، وياسمين لسه لغايه دلوقتي ما اكدتش هي في رمضان ولا لا. لا انا مش في رمضان السنه دي، انا بجهز سينما، بعمل فيلم كوميدي. عايزين نعرف تفاصيل الفيلم يا ياسمين. وجعتني. لا ما ينفعش اقول تفاصيل، بس هو كوميدي يعني، هو فيلم كوميدي وان شاء الله هينزل قريب، يعني هبتدي اصور قريب باذن الله. حق اعرف رمضان 2024 باذن الله. عودة حلا شيحه دي حقيقيه ان شاء الله؟ لا 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 انا قلت كده. لا في اخبار ان حلا لا 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 لا, لا, لا. المسلسل هيبقى ابطاله استاذه وفاء عامر واستاذ رضا الخولي وهدى المفتي وكارولينا عزمي واحمد عبد الله محمود وميدو ماهر وسلوى عثمان وفاء مكي يعني. بس لازم اسالك يا ياسمين عن رساله لصاحبك واخوك احمد حلمي. انا لسه جايه من العزاء بصراحه، يعني بجد البقاء لله وربنا يرحمه يا رب. ده حقيقي، بس كله بتاع ربنا. طب كلمه اخيره، النهارده بيمر 45 سنه على الحدود، في نفس الوقت برضه لا تعالى لي انا بقى في الحاجات دي. مره جايه يلا ميدو. محدش قال لك امنع شغل، محدش قال لك ما تشتغلش، بس نبقى بس نحترم مشاعر الاخرين يعني، فاهم يعني؟ ممكن حاجات انا متعود اعملها يوميا مثلا مع الناس النهارده هقللها، كنت بعملها عشان بس احترم اخواتي.